السلام عليكم الاخوان الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. لقاكم هذا الفيديو نتوما في اتم الصحه والعافيه ان شاء الله باذن الله. اليوم نهار جديد، فيديو جديد، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله باذن الله. اليوم غادي نوجد معكم ان شاء الله واحد جوج انواع ديال العصير. المهم راهم ماشي غنيين عن التعريف. المهم غندير الاول ديال الباربا والليمون. يعني الباربا راني سلقاها، سلقت الباربا يعني قشر ما سلقتها هكذا يعني عاد قشرتها. والليمون ها هو عندي كيف ما كنقول لكم، هذا الليمون هذا يعني كان عندي في فريغو، ها نتوما كيبقى كيف ما كتتفرق وحده على اختها، بقاش ما كنبغي كنجبدهم لا هو ولا البرتقال. ها الحامض والليمون بجوج بهم يبقاو غزال، كيبقاو هادو راه شحال هما عندي في الفريغو، ملي كنحتاجهم كنجبدهم هكا واحد 4 ساعات هكا قبل الفطور باش كياخذوا الحراره ديال المطبخ. المهم هادو بالنسبه للحامض والليمون، وطبيعة الحال السكر طبيعة الحال. وغادي نديرو لافوكا المغشوشة. المهم غادي نديرو العصير ديال القرعة ان شاء الله. القرعة غورجية القرعة هكا كتكون كبيرة، بعض المرات كاين شي حدا ما كتبغيش هكا تاخد القرعة كبيرة، هذه هي الوصفة اللي غتاخدي فيها القرعة الكبيرة ان شاء الله، باش من غير الطعام تقدري ديري بها ان شاء الله باذن الله ديري بها عصير الوليدات، كتجي غزالة. وغنحتاجو معاها كاس ديال دانون ديال الفاني، يعني كاس دانون ديال الفاني. اللي ما عندوش الفاني يدير دانون عادي، ودير شاصيه ديال الفاني معاها وصافي، ولا ديروا دانون ديال الخوخ، ولا ماشي الخوخ، دانون ديال البيستاج وصافي، هو اللي كيجي معاهم يعني ديال البيستاج ولا ديال الفاني هو اللي كيجي. وغنحتاجوا انا بعد هذا يعني بالنسبه لهذه الوصفه غنحتاج فيها يطرو ديال الحليب ان شاء الله باذن الله. المهم غادي نشوف على حساب الخطوريه، انا كنطحن وانا كندير عيني ميزاني. المهم دابا اول حاجه ان شاء الله غندوزو المقادير هما هادو، السكر يعني المهم هادشي السكر والحليب غيبقاو دارون هما الاخرين. غادي ناخذو القرعه ديالنا غنديروها بعدا تسلق هي الاولى، ناخذو كاسرونه اللي غنديرو فيها يعني القرعه ديالنا. انا بالنسبه للقرعه راني غسلاها، يعني غسلتها مزيان كرتها، قطعوها كيف ما بغيتو، غير انا نقطعها هكا دواوة باش طيب دغيا، اصلا القرعه راه كطيب دغيا راكم عارفين. هذه هي الوصفه اللي الوليدات اللي ما كياكلهاش القرعه هنا غياكلها. والله العظيم درتها انا البارح، يعني انا هذه الوصفه راني جربتها شربناها عاد راني حطاها في، والله العظيم الا شرب عرفتي بقاو كيغوتوا عليها، كلشي يقول لك زيدينا ماما زيدينا، يعني جربت غير شويه قلت ما ربما ما يبغيوهاش، والله العظيم ياكل شي شربها. صافي يمكن ندير غير ثلاثه بركه، يمكن ديرو ربعه مالها ما فيها بس غير القريعه. كما قلت لكم دانون اذا كان دانون ديال البيستاج كيجي رائع معها، ما كانش ديرو غير الحليب والفاني ما كان. المهم صافي غادي ندير عليها الماء. المهم انا قرتهم شفتوهم، غندير عليها الماء ما عادي دهبيني، يعني غنغطيوها غير شويه حيت واخا يبقى فيها الماء تكون طابت، حنا نحتاجو داك الماء ما نضيعوش الماء، يعني بغيناش نصفيوها ولا حيت انا ما غنصفيوهاش، يعني ديروا القياس اللي غيطيب فيها القرعه، ما تكثروش بزاف ما تقلوش بزاف، حيت انا ما غاديش نصفي ولا صفيناها بحال اللي ما درنا والو. المهم دابا غنديرها ان شاء الله طيب في البوطه ونرجع معكم ان شاء الله باذن الله. المهم البنات بعد ما درنا يعني درنا القرعه ديالنا كتسلق، دابا غادي نشدو الليمون ديالنا والحامض، مشتوه راه يعني شويه قاصح باقيه شويه فيه تلج كيما مع الحراره مزيان هكا نخرجو شويه غير شويه على بكري باش كتبقى يعني بلا ما نديرو معاه الماء بارد غير الماء عادي صافي، هو كيجي يعني هو هذاك بالنسبه للحراره. حيدو شي عطيمات اذا دازو بحال هكذا، الليمون ديالنا كامل فيه البرتقال، كيجي هذا العصير كيجي غزال ديال الباربا. حاولوا ما امكن ما تبقاوش تشريو داك يعني عصير من الزنقه، هذا احسن ديال الزنقه، حاجه مصوبه بيديك ماشي بحال اللي كتشريها. غادي ندير الماء
اللي غنطحن به الليمون ديالي. تقريبا انا هنا غندير واحد لترو ديال الماء اللي غنطحن به، يعني هو اللي غادي نديرو. المهم غتسمحوا لي غادي نطحن على حساب الصداع وصافي. وهو الليمون ديالنا والحامض بعد ما عصرناه، دابا غادي نصفيوه ان شاء الله باذن الله. هذه بقى غنحتاجها، ناخذ شي جبانيه هكا نديرو فيها الصفاي ديالنا. نصفيو ديال الحامض مزيان، غنتمشو ها هو الليمون ديالنا بعد ما يعني بعد ما صفيناه. شفتوا دابا غنخليوه على جنب، غناخدو مولينيكس نيت وغادي نقطعو فيها الباربا ديالنا اللي سالقينها. اللي بغات تسلقها تسلقها، اللي بغات تخليها خضراء ماشي مشكل، لكن ضروري تسلقوها على حساب مولينيكس راكم عارفين. ندير فيها واحد جوج كيسان ديال الماء باش نطحنها. وغادي نديرو السكر على حساب كل واحد، يعني كل واحد والحلاوة ديالو كل واحد. انا المهم غندير هنايا كاس ديال السكر، والحلاوة كتبقى كيف ما كنقول لكم ديما على حساب الذوق كل واحد. صافي غادي نجيب مولينيكس ديالي. واحد النهار حتى البنات عرفتي مولينيكس كتشاعله وما رديتلهاش البال وحطيت الكاس، عرفتي ما نقولكمش العصير كله ولات الكوزينه ما شاء الله كلها موف. صافي البنات دابا سايت بالطحين ديال نمسح مولينيكس ديالي. انا كوم ما كنسالي بها كنمسحها بعدا مزيان، واخا باقا غنحتاجها المهم نحطها على قنيت على جنب ان شاء الله. ديما نقيو سطح العمل ديالنا باش كتجينا باش كنخدمو مرتاحين بحال هكدا. غادي نجيب داك الباربا اللي طحنت، غادي نخويها على الليمون. حتى هي كنصفيها على حساب الوليدات، ملي تيشوفو شي حاجة فيها داك الحبيبات ولا شي حاجة متيبغيوش يشربوه، متيبغيوش يشربو العصير إلا كان فيه الحبيبات كنضطر كنصفيه. أنا العصير كلو كنصفيه، هما الليمون بوحدو كيطحنوه وكيبقاو يصفيوه. صافي غادي واخا ما فيهاش هانتمشي ما فيها حتى شي حاجه، هكاك خصني نصفيه. صافي وها العصير ديال الباربا ديالنا واجد، كيجي غزال كيجي ورائع واقتصادي وفي متناول الجميع، زعما ماشي شي حاجه راه غير بليمونه وحامضه نديرو عصير ديال النيترو ديال العصير، وداك الساعه تزيدوا فيه الخوخ تزيدوا فيه الليمون تزيدوا فيه فريز تزيدوا فيه كلشي اللي بغيتوا ديروا معاه، ديروا غير بحامضه وليمونه. المهم هذا العصر الاول ها هو حيدناه، دابا بقى لي ديال القرعه راها قرب تسلق على ما تبرد ان شاء الله، وعاد ديك الساعه نكمل معكم الفيديو. البنات ها هي القرعه ديالنا من بعد ما يعني من بعد ما طابت، ها انتم بحال هكا ما طيبش بزاف، المهم هي دغدغه كطيب تسلقوها وصافي. دابا غادي نزيد معاها هاد الدانون ديال الفاني اللي قلت لكم، بسم الله. غنزيد معاها السيترو ديال الحليب، انا ما رميتش داك المريقه ديالها يعني داك الماء ديالها ما عرفتوش، يعني هو اللي فيه الفوائد كامل حتى هو ما نلقوش. غادي نزيد دابا غير واحد شويه الحليب باش ما يتهرقليش ملي نكون كنطحن، وسنيده المهم على حسب الذوق ديالكم، كثروا كثروا نقصوا نقصوا المهم اللي بغيتو. دابا تسمحوا لي اخوتي غادي نطحن باش ما نصدعكمش ونرجع معكم ان شاء الله. كيف ما قلت لكم الاخوات ها هو طحنتو العصير ديالي، يعني هذا
ضروري نصفي، راكم عارفين كما قلت لكم في الاول حسب الوليدات. المهم اللي بغا تجي خفيف يخففوا، اللي بغا يتقل نتوما كديروا ديك الساعات على حسب الحجم اللي بغيتو، يا بغيتو خفيف يا بغيتو قاصح. المهم ضروري نصفيه وصافي، ما عندنا ما نديرو. صافي كتجي بحال هكذا، كيجي غزال، كيجي هذا العصير كيجي رائع، واحد الريحه منه ما شاء الله. نتوما شو القوام ديالو كيجا، بغيتو تقصحو اكثر من هكا قصحو، بغيتو تزيدو تخفو خفوه، انا هكا غنخليه. صافي دابا ان شاء الله غادي نديرهم في القريعات ان شاء الله اللي غي نتلاقى معكم. وها هو العصير ديالنا بعد ما درنا في القريعات ديال العصير، كيجي غزال كيجي وتبارك الله، راه جاب كميه وفيره ما شاء الله، راه تقريبا جوج يطرو، جوج يطرو اللي عطاوني تقريبا. المهم ديال هذا ديال القرعه عطاني تقريبا شي طرونس، وهذا راه جوج يطرو ديال هذا راكم عارفين. المهم ما نكذبش عليكم، جا غزال، جا ما شاء الله، جا رائع جا رائع جا رائع. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله وتجربوه. دابا راه جاي غير القيسات ديال العصير ان شاء الله، الصيف راكم عارفين. المهم يعني ماشي شي حاجه، ولكن الحمد لله على كل حال. المهم ها هو العصير ديالنا، تمنينا الاعجابكم ان شاء الله باذن الله.